يلا السلام عليكم، تحياتي أصدقائي. خلينا نكمل. باشا الدكتورة. يلا تفضلي. تمام. حلقة البحث بعنوان متأخرين دراسيا. هلا التأخر الدراسي هو من أهم المشكلات اللي ممكن تعيق تقدم المدرسة، ولحتى أقدر أحد من هاي المشكلة يجب معرفة مفهوم التأخر، أسبابه، أشكال التأخر، المفاهيم المرتبطة فيه، بالإضافة لمعرفة بعض الوسائل اللي ممكن من خلالها أكشف على المتأخرين دراسيا ووضع خطة علاج التأخر. التأخر الدراسي هو مشكلة تربوية، تعليمية، اجتماعية يعاني منها الكثير من التلاميذ، موجودة بكل مدرسة وبكل فصل دراسي. ممكن يكون التأخر الدراسي شامل يعني بجميع المواد، ممكن يكون ببعض المواد أو بمادة واحدة، ممكن يكون مؤقت التأخر يعني بسبب مرور التلميذ بموقف معين، أو ممكن يكون حقيقي بسبب أسباب عقلية بيمر فيها التلميذ. أسباب هاي المشكلة بعضها يعود للتلميذ نفسه، ممكن الظروف اللي عم يمر فيها، ممكن الانفعالات، التقلبات اللي ممكن يمر فيها التلميذ فبتأثر على ممكن تؤدي لتأخر دراسي، وممكن الأسباب تعود للمدرسة والمنزل، بالإضافة لإقبال المتزايد. طبعا هاي المشكلة حاليا بتصير معنا كثير بسبب العدد الكبير بالمدارس، فبيؤدي لإهمال أو تقليل من فرصة العناية بالمتأخرين دراسيا، هالشيء بيعيق المدرسة عن تأدية رسالته. وهي مشكلة بتواجه الآباء، الأمهات، الأخصائيين، وكل مين له صلة بالعملية التعليمية. ففيني أوصل لتعريف التأخر الدراسي بأنه هو حالة تأخر أو تخلف أو نقص أو عدم اكتمال النمو للتلميذ نتيجة عوامل اللي بيمر فيها التلميذ، ممكن تكون عقلية، جسمية، اجتماعية وانفعالية، بحيث تنخفض نسبة التحصيل إلى دون المستوى العادي المتوسط. عندي مفاهيم مرتبطة بالتأخر الدراسي اللي هي بطء التعلم، صعوبات التعلم، التخلف العقلي والفشل الدراسي. بطء التعلم اللي هي صعوبة تكيف التلميذ مع المنهاج أو المنهج الأكاديمي، بيكون بسبب قصور بالقدرات على التعلم أو بانخفاض مستوى الذكاء للتلميذ. صعوبات التعلم هي فئة من الطلبة بتعاني من إعاقة جسمية أو حسية، بحيث ما بتحسن تستفيد من الأنشطة المدرسية النظامية بمجال واحد أو أكثر المواد. التخلف العقلي هو معروف متعرف عليه إنه نقص حاد بالقدرات العقلية، ممكن أكشف على التأخر العقلي بمرحلة الطفولة المبكرة. الفشل الدراسي اللي هو بسبب انقطاع التلميذ عن المدرسة بشكل نهائي، فهو نتيجة حتمية للتأخر. في عندي عدة أشكال للتأخر الدراسي. في عندي تأخر عام اللي هو بيكون تأخر التلميذ بجميع المواد بسبب نقص في الذكاء العام. في عندي تأخر نوعي اللي بيكون ببعض المواد أو بمادة واحدة مرتبطة بقدرات التلميذ على التذكر والفهم وقدراته الخاصة يعني. في عندي التأخر الفردي اللي بيكون تأخر تلميذ واحد أو نسبة قليلة بالفصل الدراسي بسبب ظروف ممكن عم يمر فيها التلميذ. التأخر الجماعي اللي بيكون ضعف كبير بالقسم، بيكون سببه المدرسة أو بيكون سبب الظروف المحيطة بهذا التلميذ. في عندي التأخر الدراسي العام اللي بيكون بسبب قلة التحصيل التلميذ لفترة طويلة من الزمن فبيؤدي لفشل أو تأخر عام. عندي مظاهر للتأخر الدراسي هي رئيسية وسنوية. الرئيسية بتكون بسبب الرسوب المتكرر بالسنة ورسوب بمواد معينة، أما السنوية بتكون بعدم المشاركة، الشعور بالنقص، عدم الثقة بالنفس، التحدث والفوضى أثناء المحاضرة وغيرها. فيني ميز التلميذ المتأخر دراسيا بطريقتين، بالخصائص المعرفية اللي له والانفعالية الاجتماعية. الخصائص المعرفية بتكون ضعف انتباه، عدم القدرة على حل المشكلات، عدم قدرة على التركيز أو ضعف تركيز، قصر ذاكرة وغيرها. أما الخصائص الانفعالية الاجتماعية بتكون بالخجل، مثلا عزلة، عدم استقرار عاطفي. والتلميذ المتأخر دراسيا لما يحاول إنه يوصل لزملائه على نفس المستوى يفشل، فبصير عنده عدوان، غيرة، حقد إنه ماله قدران يوصل لمستوى زملائه. هلا عندي علاج التأخر الدراسي اللي بيكون علاج طبي، علاج نفسي وعلاج تربوي. العلاج الطبي واللي بتعترف إصابة التلميذ ببعض الأمراض سبب كافي لحتى يتأخر دراسيا. هون بيجي دور الأهل، بيعرض ابنه على الطبيب بتقديم العلاج المناسب والمتابعة. طبعا مثل بعض الأمراض مثل أمراض القلب، ضعف البصر، الربو وغيرها من الأمراض، عافانا وعافاكم الله. في عنا علاج نفسي
المرشد النفسي بيهتم بالنواحي الجسمية والحركية لنمو التلميذ، بيخلق ثقة بالنفس عند التلميذ المتأخر، بيغير نظرته السلوكية نحو التعليم، وبيهتم بدافعيته وبيشجعه على النشاط التربوي. أما العلاج التربوي بيكون للتلميذ المتأخر أكثر من مادة، ما له علاقة بظروف التلميذ، هو بس بيحط مقترحات علاجية مثل متابعة واجبات التلميذ، إعادة من البداية، تدرج من السهل للصعب. بهاي الطرق فيني أعالج مشكلة التأخر الدراسي للحد من خطورته على التلميذ والمدرسة بالحاضر والمستقبل. انتهيت دكتورة. الله يعطيك العافية، ما شاء الله عنك. هلا الله بدي يعافيك. ركز على النقطة الأخيرة يا فاطمة، إنه العلاج ما رح يكون خلاص من خلال طريقة واحدة. اللي لحديت هلا قد ما عم يعرفوا يتعاملوا معها، لا الأهل ولا التربويين، إنه بيشوفوا إنه التأخر الدراسي هو فقط ضعف عقلي أو تأخر خلينا نقول التحصيل العلمي عند الطالب، ولكن إذا بدنا اي نطلع تمام. على أسبابه الحقيقية، أسبابه الحقيقية متعددة، صح ولا لا؟ ما هيك؟ إيه لا تماما. لا، لما بحثت انا على التاخر الدراسي اغلب الافكار المتواجده انه هو تخلف عقلي، بس هو صحيح. ما له تخلف عقلي. هلا في اسباب جسميه، في اسباب الاسره اللي بيكون متواجد فيها التلميذ بيكون هي السبب الاساسي بهي المشكله، ما أحسنتي. الناس ما بتدرك هذا الموضوع. فهي بعض أحسنتي. الخطوات اللي ممكن على القليل حد بشكل لو بسيط من مشكله التاخر الدراسي. هلا على فكرة النقطة المهمة جدا واللي نحن ما بنعيها لحديتها هلا، انه ما بالضرورة الطالب المتفوق والمتقدم يكون ناجح في كل المواد. يعني ممكن يكون بارز بمواد معينة، ممكن يكون متأخر في مواد معينة. هلا انا بكل حياتي الدراسية يا فاطمة، وانا هي بعترف فيها وما بخجل منها، انا بكل حياتي الدراسية كنت فاشلة بالجغرافيا والرسم، ما كنت اطلع على الكسر، حتى ما اوصل لحد الكسر دائما لا فيهم. أنا الحمد لله الإنجليزي كمان بعترف، يا الإنجليزي فاشلة جدا فيه. أنا يعني ما كنت له علاقة متقدم إنه هو يكون بس للطالب الضعيف ولا لا، ممكن مثل ما قلت مادة بس وحدة. تمام. هلا هي اسمها تأخر فردي، ما هيك؟ تماما. أي هلا أنا اللي فهمته من حلقتك إنه في شيء إيجابي جيد جدا، إنه أنت ركزت على إنه التأخر الدراسي له عدة أسباب، وحل هيدي الأسباب هو الطريقة الوحيدة لحل هي المشكلة. فما كل الأسباب هي ممكن تكون عضوية، ممكن نفسية، ممكن أسرية، بيئية. وعلى فكرة للأسف غالبا البيئة السلبية، برجع بقول دائما البيئة السلبية هي اللي بما أنه الطفل يعني بهيدي الفترة يعني عم ينمو ويكبر وعم يحتاج كل الأسباب الموجودة في البيئة الموجود فيها هو، فغالبا بتكون عنده إنسان سلبي بسبب البيئة السلبية اللي هو موجود فيها، فغالبا بتكون البيئة هي أحد أسباب التأخر الدراسي للطفل للأسف. شكرا يا فاطمة، الله تماما. يعطيك العافية، وكان أدائك جيد. الله بس يعافيك. ذكريني إنه أنتي ناقشتي بالتنتين صح؟ تمام بالمادتين تمام، يعني تمام نظرية دكتور، الإرشاد ومشكلات الطفولة. يلا خلصت يا فاطمة، مبروك خلصنا الحمد لله. مبروك مبروك. طيب الله أصدقائي يخليك. بنكمل، بس قبل ما نكمل معلش، بما إنه فتحنا الباب، مين اللي حكى معي قبل المحاضرة وقال لي إنه مستعد يناقش بالمحاضرة القادمة؟ قلت له ذكرني في المحاضرة بس نسيت الاسم. هي أنا الدكتورة، يعطيك العافية. دكتورة بعت لك الحلقة، قلت لك جاهز عصام. عصام ما هيك؟ آه إي عصام، نعم، أنت قلت بدك تناقش اليوم؟ إذا في دكتورة إشكال كمان أنا ما جاهز. عندي مشكلة دكتورة، بأجل الأسبوع الجاي. أوكي بس تمام عصام، خلينا الأسبوع الجاي لأني والله ما أو إلا للمحاضرة القادمة. تمام بعد 7:30 ماشي؟ تمام دكتورة، ولا يهمك. اتكلنا على الله. شو يا باسمة تفضلي. باسمة يعطيك العافية دكتورة، معك مالي هلا دكتورة، حبيبتي، يعطيك العافية. هلا حبيبتي حكيت تفضلي. معك قبل، تسلمي يا رب، حكيت معك قبل المحاضرة مشان نناقش الأسبوع القادم إن شاء الله. قلت لي ذكرك. ها انتي اوكي تكرمي يا باسمة، معناته انتي تناقشي مادة الثنتين. إيه دكتورة، الأسبوع الجاي إن شاء الله بالتنتين إن شاء الله. اتكلنا على الله. مين جاهز يناقش غير عصام دكتورة بالمحاضرة القادمة؟ تفضل. دكتورة كمان أنا بعت لك محمد حسن، أهلين ممكن الأسبوع القادم اللي بعده على كيفك. أهلين محمد، خلص أنا بتذكر إنه حدا حكى معي. أوكي ماشي يا محمد، أنت كمان الأسبوع القادم أنت وباسمة. تمام صار خلص، يعني الأسبوع القادم سددنا محمد وباسمة. تمام إن تمام شاء الله، اتكلنا على الله تمام إن شاء الله. إن شاء دكتورة الله. وأنا جاهز، دكتورة وأنا جاهز، معك زكريا بعد وأنا جاهز. الأسبوع كمان الجاي أو الأسبوع اللي بعده ما أدري.
لا البعض يا زكريا اعذرني، الله يرضى عليك، لاني خلص رفقاتك حجزوا. I'm sorry يعني. تمام، الأسبوع اللي بعده بناقش بالتنتين. اتكلنا على الله. ماشي ماشي، ان شاء الله دكتورة معناته بالتوفيق أنا هلا للجميع. بالمحاضرة القادمة يعني، مو هيك؟ ايه ايه عصام، انت المحاضرة القادمة. تمام، إيه تمام، تيسير الله. اتكلنا على الله. نرجع لمادتنا بعد إذنكم. إن من سمات التوافق أن يكون الإنسان منفتح على خبراته وأن لا يلجأ إلى استخدام الحيل الدفاعية. هلأ أنتم برأيكم شو معنى الحيل الدفاعية؟ مين بيقول لي شو معنى حيل خير دفاعية؟ الدفاع عن خير الدفاع عن النفس دكتورة، ممكن يكون بشكل عدواني، ممكن يكون هجومي. أمتى بيستخدم الإنسان يا عزيزتي؟ يستخدم الإنسان وتشعر بالخطر. أحسنتي دخيل عينك، أحسنتي. هلا الفكرة من الأولى، شكرا لك، الفكرة من الأولى يا جماعة إنه ما بالضرورة إنه الإنسان يعني بيميل للحيل الدفاعية، فهو شيء يخليه يكون منفتح على حياته، على خبراته، وإنه يتعامل مع الحياة بفق ما يستطيع، وفق قدراته هو، وما في داعي يا جماعة إنه استنى من الآخرين يثنوا علي، يمدحوني ويشوفوا حالهم فيني ويفتخروا فيني، بلاها، خلينا نكبر على هاي المسائل. أنا من وجهة نظري يا جماعة حياتنا إلنا، نحن اللي عم نعيش حياتنا، ما بالضرورة أبدا إنه ننتظر من الآخرين يوافقوا أو يثنوا أو يعترضوا أو ما بعرف شو. خلاص عيش حياتك مثل ما أنت بتقدر، أو وفق ما أنت بتريد. الشيء اللي أنت بدك إياه واللي بدك تحققه اتكل على الله واشتغل فيه، بس بشرط ما تأذي الآخر، بس بشرط ما تأذي الآخر. خلي يكون مفهومك لنفسك متوافق متناغم مع خبراتك، وتصرف بشكل طبيعي في كل حياتك، ولازم تتغير وفق الخبرات الحياتية وفق الأشخاص اللي عم تتعامل معهم. فطبيعي جدا خلي يكون عندك مرونة، ما تلجأ دائما للحيل الدفاعية، لا تدافع عن نفسك، لا تبرر للآخر، لا تبرر للناس، ما نكون مضطرين تبرروا لحدا. ليش يا جماعة احذروا؟ ليش ما بتكونوا تبرروا؟ أنا هي وجهة نظري وأنا هيك بتعامل، إنه ما تبرر لحدا، لأن الناس نوعين. النوع الأول هو اللي بيحبك واللي ما بده تبرير ولا بينتظر منك تبرير وما في داعي تبرر له، والثاني ما بيحبك، قد ما بررت له ما راح يصدقك. فلا تبرروا، لا تلجأوا للحيل الدفاعي، خلص عيشوا حياتكم بشكل عفوي وطبيعي، وخلي يكون عندكم ثقة بنفسكم إنه أنتم ما أنكم مضطرين ترضوا الآخر، خلص. تمام، فهذا اللي عم يقولوه هن، انه الانسان خلي يكون عنده شويه مرونه، يعني يتعامل مع الحياه وفق خبراته وفق الناس اللي عم يتعامل معاه، يكون في شيء من القدره على التصرف بمختلف المواقف اللي بمر فيها، وما في داعي انه يعني يلجأ للحيل الدفاعيه. ان الانسان اللي بيدافع واللي بيبرر، انت بنظر هذا الانسان ان انت ضعيف، مجرد ما بررت له أو دافعت عن نفسه، أنت أوريدي خلقت عنده صورة عنك إنك أنت ضعيف. فهيدي الحيل الدفاعية مو لإلنا، مو للأشخاص السوية. فأنا عم بقول الشخص المتمتع بالصحة النفسية والإنسان الواعي لسلوك الذي يستطيع في أي وقت أن يختار أنماط الاستجابات التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي يسعى إليها بشكل فعال. خلص ركز على هدفك، ركز على هدفك ولا تلجأ لأنك تدافع أو تبرر. أي خبرة لا تتسق مع بناء الذات تدرك على أنها تهديد. أي خبرة يا جماعة أنت عم تتعامل معها ما بتتوافق مع ذاتك فبتعتبر مباشرة أنها تهديد. هلا هي تهديد لا بأس، ولكن ما معناتها الحكي إنه نحن نتعامل مع هالتهديد إنه خربت الدنيا. يعني ده شنو في بالكم؟ الحياة ما هي ماشية على هوانا، بس بنفس الوقت نحن في عندنا القدرة إنه نتجاهل الشيء اللي ما بيتناسب معنا. ايضا عم بيقول عندما يدرك الشخص كل الخبرات بشكل متسق فانه يصبح اكثر تفهما للاخرين. الحكي صحيح، عندما يدرك الشخص ويتقبل في بناء ذاته المزيد من الخبرات سيكتشف انه استبدلها بجهاز القيم لديه. فالانسان لما بيدرك وبيتقبل في بناء ذاته انه لازم يتعلم او لازم يكون عنده خبرات اكثر، فهو عم ينمي بهرم القيم اللي عنده، بينمي هرم القيم اللي عنده. فهيك ايش بيساوي؟ بيقسم خبراته باستمرار حتى يتاكد انه دائما في ضروره اني اعدل ببناء القيم اللي عندي، غير شيل من هون حط من هون الى اخره، لحتى اني استكمل انا بناء القيم المتناسبه مع اهدافي ومع قدراتي. فيما يخص نمو الشخصيه، يرى روجرز ان الفرد لا يولد ولديه ميل طبيعي لتحقيق ذاته. هذا الحكي فطري صحيح، كل انسان بيولد وعنده ميل انه يحقق نفسه. هذا الميل هو الذي يوجه سلوكه، بمعنى انه كل ما افعله انا هو
بغاية إني أحقق ذاتي ويستخدم الفرد كيانه العضوي الداخلي في الحكم على الخبرات، يعني إنه منطلق من ذاته الداخلية عضويا. فيما إذا كانت محققة للذات أم لا، ورغم تركيز روجرز على الدافع الموروث لتحقيق الذات الذي يراه هو الدافع الأكبر للإنسان، فإنه يتحدث عن حاجتين مكتسبتين في تعامل الفرد مع البيئة. فهو رغم أنه يعني بيقول أنه تحقيق الذات هو الدافع الأكبر والوحيد اللي بيدفع الإنسان لأنه يقوم بكل سلوكاته، فهو عم بيحكي عن حاجتين مكتسبتين من تعامل هذا الإنسان مع البيئة، وهي الأول الحاجة إلى الاعتبار الإيجابي من الآخرين، واثنين الحاجة إلى الاعتبار الذاتي، يعني أنا كيف أكون بعيون الآخرين وأنا كيف بعين نفسي. هي الاعتبار الإيجابي، يعني إنه يشوفوك إنسان إيجابي وناجح، وأيضا الاعتبار الذاتي إني أنا أقيم ذاتي بشكل إيجابي، ويرى أن إشباع الفرد لهي الحاجتين بيرتبط مع شعور أو مع شروط الأهمية التي يضعها الأشخاص ذوو الأهمية. بمعنى إنه حال إشباع لهي الحاجتين يا جماعة بيرتبط مباشرة مع الأشخاص المهمين في حياتنا. يعني أنا في أبي الله يرحمه، الله يرحمه، هلا هو المقيم الاكبر اللي في حياتي، ما بيهمني حدا غيره، تمام؟ فلما انا بعرف انه انا بعين بابا انسانه ناجحه ومتقدمه ومميزه وحققت اللي بدي اياه وحققت اللي هو بده اياه، فهيدي بتكفيني. فانتوا ركزوا على الاشخاص المهمين في حياتكم، لما بيكون انتوا بعين هدول الناس ايجابيين وصح، فانتوا خلص صح، لا تنتظروا تقييم البشر كله يا جماعه. الله يسلمك يا عمر، امين، اللهم امين. انت تدور على هاي الحاجتين عند الناس المهمين، فهدول الناس المهمين بمجرد ما كان انطباعهم عنك جيد فانت جيد، فما بتنتظروا او ما لكم مضطرين تستنوا اعتبار او نظرة هدول الاخرين لألكم. فما يعني عرض للجوانب الثلاثة اللي بتحدد نمو الشخصية، ما هو الذي يحدد نمو الشخصية عند روجرز؟ اول شيء الحاجة للاعتبار الايجابي من الاخرين، need for positive regard، positive ايجابي، ايجابي ريجارد هو الاعتبار او وجهة النظر الى اخره. يرى روجرز ان كل الناس يملكون حاجه للاعتبار والتقدير الايجابي، هذه الحاجه مطلب عام عند كل البشر، والحاجه الى التقدير تاتي من الاخرين، وكل فرد يحتاج للحصول على تقدير ايجابي من الاخرين. الحكي صحيح، كلياتنا بحاجه الى تقدير ايجابي من الاخرين. في ضوء هذا التقدير يا جماعه او بهي النظره الايجابيه لنا، راح يطور الفرد من قدراته او من تقديره لذاته، يعني هو راح ترتفع نفسه بعين نفسه، ترتفع انت بعين نفسه، وقد يكون هذا التقدير اما ايجابي او سلبي. ويرى روجرز ان الطفل من خلال مراحله الانمائيه يتعلم انواعا معينه من السلوكيات تحدث عنده بشكل استجابات دافئه. هل حكي صحيح ان الطفل يا جماعه يتعلم انواع معينه من السلوكيات تشكل عنده استجابات ناعمه وحلوه محببه عند الاخرين او من الاخرين، ويشوف انه هذه الاستجابات تشبع عنده حاجات فطريه في داخله، في حين تحدث انواع اخرى سلوكيات من الرفض والتجنب، وبناء عليه يحاول الطفل هذا انه يقوم بانواع السلوك اللي بتجلب له من الاخرين استجابات مستحبه. يعني انه الولد لما بيشوف انه عم بيقوم ببعض الاعمال بتنال لي رضا الاخرين، بيثنوا عليه، بيمدحوه، بيحبوه، بيعطوه هدايا، او انه يعني بتكون ردات فعلا جيده، فهو بيقوم بهذا الشيء او بيستمر عليه. وبنفس الوقت الشغلات اللي هي يعني بتكون سلبيه والاخرين بيرفضوه وبيكرهوه فبيبعد عنها، هون بقى الطفل ببلش يعني ياخذ شو قيم الاخرين بالاضافه الى قيمه هو. الاعتبار الايجابي للفرد من جانب شخص اخر له اهميه اجتماعيه يمكن ان تكون اقوى في عملها وتاثيرها من عمليه التكوين المنبثقه من داخل الفرد. هالحكي صح، انه لما انا بيجيني اعتبار من انسان له اهميه اجتماعيه او له مكان اجتماعي، خلينا نقول مثلا اب او عم او خال او جد الى اخره، فهيدي يا جماعه بتكون تاثيرها اقوى بكثير من عمليه التقويم اللي انا بشوفها في عين نفسي. طبعا هي وجهه نظر روجرز، هو حرفيه، تمام، بس هو كلامه الى حد ما علمي ومنطقي وصحيح. فالاعتبار الايجابي يعني يا جماعه ادراك بعض الخبره الذاتيه لشخص اخر والتي تحدث اختلافا ايجابيا في الحقل الخبري للشخص. زماناته بجامعة دمشق كنا في جلسة تقويم أو تقييم، وقاعدين هيك شلة عم نحكي مع الدكاترة، أحد الدكاترة، عن إنه يعني الطلاب وأداء الطلاب و إلى آخره. فالدكتور حكى عن كل الطلاب وما حكى عني أنا، ما جاب سيرتي نهائيا. فأنا استغربت، حسيت بشيء من الألم يعني جواتي إنه أنا ما جاب سيرتي. فواحدة من رفقاتي هيك بطريقة استفزازية، هي كان في شيء غير مني كثير يعني،
فقالت له دكتور طيب حكيت عن الكل وما قربت على عبير. وشو بيقول الدكتور؟ بيقول له عبير بالذات ما في داعي احكي عنها عنها ابدا. قالت له ليش يا دكتور؟ قال له عبير لما بتكون واقفه عم تعطي كانيني انا واقف عم اعطي هيك حرفيا. فهون انصدم الكل، بس الصدمه الاكبر هي الي انا، لاني انا لما شفته انه ما قرب علي نهائيا فخفت، حسيت انه في شيء بداخله تجاهي، انه يعني هالبنت مقصره، هالبنت ما بتعرف، هالبنت ما منيحه، ما شاطره الى اخره. ولكن لما قال هيدي الجمله فهو عمل شوك كبيره للجميع، واكثر شيء الي. فهذا الانسان يعني يا جماعه هاي الصدمه اللي عملها، هالكم البوزيتيف الهائل اللي عطاني اياه، يعني عمل لي اعتبار لنفسي كتير كتير اب شوي، حتى انه رفقاتي ضلوا يحكوا فيها سنه انه تركني للاخر، وهن نفكر انه في شيء، ولكن كانت الصدمه انه كان اكبر شيء في داخله هو تجاهي انا. فهذا الاعتبار الايجابي يا جماعه بيعطي دفعه للانسان كتير كتير كبيره انه هو بيكبر بعين نفسه. فهذا الشيء بيؤدي إلى الشعور بالدفء والأهمية والحب والاحترام والتفاهم العاطفي وتقبل اتجاه شخص آخر. هذا الحكي صحيح 1000000%. أنا لما قلت لكم من شوي إنه ما تدوروا على اعتبار الآخرين أو وجهة نظر الآخرين، مو معناته إنه تلغوها نهائياً، بس أنا قصدي دوروا على المهمين في حياتكم، المهمين في حياتكم اللي رأيهم بالفعل له أهمية، مثلاً في مجال عمل، في مجال دراسة، في مجال حياة اجتماعية، مكانة اجتماعية، في مجال أسرة، عائلة، رفقات، أصدقائي، هدول مهمين. فأنتوا لا تدوروا على الكل، هذا قصدي، إنه كونوا انتقائيين، من حقكم تكونوا انتقائيين، إنه في بعض الناس وجهة نظرهم كتير بتفرق، كتير كتير بتفرق في حياتنا لأبعد الحدود. اثنين، نمو الحاجة للاعتبار الذاتي. نتيجة للحاجة للاعتبار الإيجابي من الآخرين تتكون الحاجة إلى الاعتبار الذاتي. هلأ بما أنه أنا بحاجة لأنه يكون رأي الآخرين فيني جيد، فكمان بنفس الوقت بحاجة أنه يكون رأيي أنا حيال نفسي كمان جيد. فهون يا جماعة رح تتكون عندي الحاجة إلى الاعتبار الذاتي، فينمي الأطفال حاجة للنظر لأنفسهم بشكل إيجابي. بمعنى آخر الأطفال بيرغبوا أولا أنه يشعر أنه يعني بيشعر بشكل طيب نحوهم، يعني وبعد ذلك بأنه بيحاولوا أو بيحبوا أنه هن كمان يشعروا تجاه نفسهم بطريقة حلوة وطريقة إيجابية. فالشروط اللي بتجعل الآخرين ذوي أهمية في حياتهم يعتبرونهم بشكل إيجابي تندمج في مفهوم الذات. هالحكي صح؟ يعني هدول الناس المهمين في حياتنا بشكل أو بآخر بصير رأيهم يعني قسم من مفهومنا عن ذاتنا. فأنا هذا الدكتور لما حكى هيدي الجملة فخلص خلق عندي صورة عن نفسي، لما قال كأني أنا عم أعطي أو أنه كأني أنا واقف بهذا المكان وعم أعطي، فأنا خلق لي صورة بنفسي، ولهلأ ما بتروح من ذهني أنه عبير هي فلان. يعني هون شلون تقلكم يا جماعة، خلق عند الإنسان أو بيخلق هذا الشيء عند الإنسان صورة لنفسه بيتمنى أنه تظل دائما إيجابية. فاللي المهم بهيدي الفكرة كلها، وركزوا معي، أنه لما بيكون رأي الآخرين عني إيجابي فهذا أوريدي بيخلق عندي أنا رأي عني إيجابي، فهن بما أنه رأيهم إيجابي عني فأنا أوحولي أو أعطوني صفة عن نفسي إيجابية، وهي رح تصير جزء من مفهومي أنا عن نفسي. فهوني أنا رح أعتبر نفسي إيجابية، رح أعتبر هذا الطفل بيعتبر نفسه إيجابي بناء على وجهة نظر الآخرين. فهوني بيتعلموا هدول الأطفال أنه يكون في عندهم شيء من الأهمية، تمام، بتترسخ في ذهنهم هي الشروط اللي بيشوفوا فيها نفسهم. خلص صار في عندهم صورة بيشوفوا نفسهم فيها. أنا كنت دائما إلا لبنت أخوي الصغيرة بالروضة إنه اليسار اللي أشطر وحدة، اليسار اجتهد وحدة، اليسار هي الصف، هي الأولى على الصف، اليسار هي المجتهدة رقم واحد، اليسار ما حدا بيغلبهم. فهون أنا شو ساويت؟ خلقت لها صورة بذهنها إنه اليسار هي التوب، اليسار هي الرقم واحد. فيا جماعة هيك انتم بتخلقوا عند الأطفال صورة عن نفسهم كتير رائعة، يحاولوا انه دائما يجتهدوا انه يحافظوا عليها، وهذا الشيء اللي انتم يعني بتكون عم تعطوهم دفعة كتير قوية لانه يضلوا ماشيين بالطريقة الصح، لانه ينموا انفسهم ويحافظوا على هيدي الصورة الصحيحة تجاه انفسهم. حد هلا يا جماعة في سؤال؟
حد عنده لا سؤال؟ دكتورة يعطيك العافية. الله يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيكم، اليوم محاضرة حلوة ما هيك؟ ما هي صعبة هيك حسيتها أنا، ما بعرف. أوكي لا لا ما تمام، الله يعطيك العافية. ما دام ما إجا أي تعليق يا جماعة معناتها خلص أبدا. ليش صعب؟ صعبة مفهوم خلص. إني عدم الرد رد يا جماعة. نحن في علم، في علم الشخصية، أو خلينا نقول في علوم التنمية البشرية، إنه إذا ما تلقيت رد فهو هذا عدم الرد، هو بحد ذاته رد. أنا بتعامل مع هاي المبدأ يعني الصراحة، إنه مو شروط أو ظروف. دكتورة السبب انه ما عم رد مباشرة لحتى نفتح المايك، لان يعني بياكل وقت شوي. أوكي أفهمتني، شكرا لك، خلاص مش حاجة. تمام أوكي. طيب، نمو شروط أو ظروف الاستحقاق ناتجة لقوى ورغبات ومطالب التقدير الاجتماعي وتقدير الذات ينمو لدى الفرد اتجاه قوامه واعتبار الذات وجدارتها. لاحظوا يا جماعة هذه النظرية شلون عم تمشي خطوة بخطوة، إنه هذا الإنسان إذا كان عنده القدرة إنه يساعد نفسه، أو بدنا نخلق له الظروف اللي بتساعد فيها نفسه إنه يتخلص من أزمته، فهذا بيكون بناء على شو؟ رغبات، أو خلينا نقول وجهات نظر الآخرين أو اعتبار الآخرين لإلنا، واعتباره أو وجهة نظره هو حول ذاته. فنحن بننطلق من هيدي النقطة، فعم بيقول نتيجة لقوى ورغبات ومطالب التقدير الاجتماعي وتقدير الذات ينمو لدى الفرد اتجاه قوامه اعتبار الذات. فأنا بنتيجة إنه التقدير الاجتماعي وتقديري لنفسي، فبينمو عندي اتجاه، هو هل الاتجاه هو كله قائم على اعتباري انا لذاتي وجدارتي، جدارتي بهاي الصورة. فهذا الشيء بيساعده على مواجهة الحياة. شايفين معناته بننطلق من النفس، او بينطلق الانسان من نفسه، فهذا الشيء بيساعدني على مواجهة الحياة اليومية الصعبة والمشاكل اللي بتعرض لها. فهكذا فإن شعور الفرد بأنه جدير بشيء ما يساعده في تقدير الذات وقدرته على الحصول على الشعور بالتقدير الاجتماعي. فهون يا جماعة عم بقول تعتبر الحاجة إلى اعتبار الذات عامل قوة. فالحاجة إلى اعتبار الذات هو العامل القوة عند الشخص، بغض النظر عن الخبرة إذا كانت تدعم الشخص بتسنده أم ما بتسنده. فإذا كان فإنها تقوم على أنها إيجابية. فالحاجة إلى اعتبار الذات هي القوة اللي بتدفع الإنسان، سواء كانت هذه القوة إيجابية أم لا. فهون يعني أنا فورا قومة أو قيمة أنه إيجابية. ليش؟ لأني هي دافع، إما أني أقدم على عمل معين لحتى أحصل على الاعتبار اللي أنا بستحقه، أو معين لحتى كمان أحصل على الاعتبار اللي أنا بحبه. فهون يا جماعة إما أن تكون دافع أقدام أو إحجام للقيم اللي بيعطيها الناس للآخرين ولنفسهم ولبعض السلوكيات اللي تسمى شروط أو ظروف استحقاق. هل الاستحقاق هذا أنه يعني من حق الإنسان؟ هو التقدير تؤثر في شخصية الفرد وتعتبر إطار مرجعي لكل تصرفات. مفهوم الذات عند روجرز، وهذا مهم جدا، يعرف كارل روجرز الذات بأنها التنظيم المعرفي. شوفوا الكلمة هاي رح نرجع لها هلأ، هي التنظيم المعرفي لمفاهيم الفرد وقيمه وأهدافه ومثله، وهي الصورة المطردة، كمان رح نرجع لهذه النقطة، وهي الصورة المطردة لدى الفرد عن نفسه. واعتقد كارل روجرز أن الذات هي جوهر الشخصية الإنساني، وأن مفهوم الذات هو حجر الزاوية الذي ينظم السلوك الإنساني. فيها شوي وأنتوا راح تكملوا الشرح، تمام؟ كلمة أن الذات هي التنظيم المعرفي معناتها أنه كل خبراتي وكل قدراتي وكل معارفي كيف أنا نظمتها. شوفوا التنظيم المعرفي يعني كيف بينظم الإنسان ما يملك من معرفة، من مفاهيم، من قيم، من أهداف، من طموحات، من مثل. هيدي كلياتها هي عبارة عن معارف كون الإنسان، كيف بينظمها وبتطلع للآخرين بهذا الشكل. فهذا انتوا معي؟ ايه معك تمام دكتورة. ايه تمام. فصل اللابتوب للحظة، يبدو انه كتير حمي، نرجع.
إذا عم بيقول كارل روجرز إنه التنظيم المعرفي لمفاهيم الفرد، أن الذات هي التنظيم المعرفي لمفاهيم الفرد، بمعنى يا جماعة إنه كل يملك الإنسان من معارف ومن خبرات ومن أهداف ومن قيم ومن أحلام ومن طموحات ومن مثل حتى ومن توجهات، هيدي كلها هي عبارة عن إنه كيف نظم الإنسان وكيف شكل منها هيدي الصورة وقدمها للآخرين، هي هي الذات. كمان بنفس الوقت هي الصورة المطردة للفرد عن نفسه. شو يعني مطردة؟ يعني إنه بتكبر باستمرار. صورة مطردة يعني إنه هيدي فيها تقدم مستمر، أو المفروض يكون فيها تقدم مستمر. فعم يعتقد كارل روجرز أن الذات هي جوهر الشخصية الإنسانية، جوهر الإنسان هي الذات، هي نفسه، ومفهومه عن نفسه هو حجر الزاوية في كل سلوكاته. فأنا كيف بشوف نفسي يا جماعة؟ منه بتنطلق كل سلوكياتي. يعني أنا مثلا عندي إني حاطة صورة أو عاملة صورة لنفسي، عاملة صورة لنفسي معينة، انطلاقا من صورتي بتكون كل سلوكاتي وتصرفاتي. يعني منا باتجاه انه او يعني خلينا نقول بتعطي ايحاء عن هيدي الشخصية انه هذا السلوك بيروح باتجاه الحلم، هذا السلوك بيروح باتجاه المثل، هذا السلوك بيروح باتجاه القيم. بس هيدي كلها مين حطها او مين ركبها او مين خلقها عن الانسان؟ هو نفسه. فلذلك يا جماعة بيبدأ روجرز بحوثه عن الذات مع باترسون، وتوصلوا إنه الذات تتكون وتتحقق من خلال النمو الإيجابي. يعني دائما يا جماعة هذا معناته إنه ذاتنا ما بتنتهي أو ما بتوقف عند حد معين، إنما هي دائما باستمرار عم تنمو، باستمرار عم تتغير، باستمرار عم تروح باتجاه السلوك، باتجاه خلينا نقول المثل والقيم والأهداف اللي أنا صنعتها لنفسي. فهي تتمثل في عناصر مثل صفات الفرد مثلا، قدراته، مفاهيمه اللي بيكونها بنفسه عن نفسه وعن الآخرين، أو نحوه ونحو الآخرين، وحتى نحو البيئة والناس المحيطين فيه. وهي نفسها صورة الفرد وجوهره اللي هي بتعني كل ما لديه، كل ما لديه من طاقات، من أهداف، من أحلام، من أمنيات، من مثل، من قيم، كلياتها تجمع مع بعض البعض لحتى تعطيني هاي الصورة وهاي الشخصية. حدا عنده سؤال لحد هلأ؟ طيب أقول روجرز يا جماعة إن مفهوم الذات ثابت إلى حد كبير، ولكنه بنفس الوقت يمكن تعديله. برأيكم إمتى ممكن يتعدل سلوك الإنسان؟ يلا، امتى بشوف الانسان انه مضطر انه يعدل بسلوكه؟ حدا عنده جواب؟ عند روجرز يعني قصدك أستاذة بشكل عام بشكل عام عندما يحاول أن يتعايش مع البيئة والمجتمع المحيط به. احسنت، هي واحد. غيره؟ يلا دكتورة ممكن تعيد السؤال؟ دكتورة، لما شغلت بيكون هيك لثواني. سلوكياته، أحسن، عفوا، عيد لما بتكون السؤال. سلوكياته منافية للعادات والتقاليد. أحسنت، هيدي تمام، هيدي رغبة بالتكيف مع البيئة. أحسنت، السؤال كان عم بيقول روجرز إنه يمكن هذا السلوك أو مفهوم الذات الثابت عند الإنسان ممكن إنه يتغير، ممكن إنه يتعدل. فهذا الشيء ممكن يتعدل من خلال سلوكاته، بس أنا سؤالي إمتى ممكن يعدل الإنسان من سلوكاته من مفهوم عن ذاته؟ انت يلا على فكرة سؤال يذكر، أنا ما عندي شيء. إمتى بدنا نعدل من سلوكنا؟ ممكن لما يكون السلوك خطأ خاطئ. تمام، غيره؟ ممكن لما الإنسان بيوعى بصير واعي. فهمتي، الوعي أحد الأسباب المهمة. كمان إمتى كمان ممكن دكتورة يعدل الإنسان بتقول من سلوكه؟ عند حصولي على المسؤولية. ممكن، صحيح، ممكن، يعطيك العافية. أيضا ممكن عندما يلتزم بعمل مثلا يتطلب أن يعدل بسلوكه. تمام، قال أحد أصدقائك، صحيح 100%.
أيضا إمتى ممكن الإنسان يعدل من سلوكه؟ لما عم تقلي عندما يخوض تجارب فاشلة لك. أحييك يا لما، صح صح أيضا. يلا يا دكتورة غش، عاد وقت بيكون مندمج مجتمعيا مع المجتمع الحوالي كمان له دور كبير. طيب إذا مندمج ليش رح تعدل سلوكه يا صديقي؟ إذا كان مثلا سلوكه سلبي يعني بيكون غير مندمج مع مثلا مع المجتمع، عنده مثلا سلوك سلبي، وقت بيندمج بيتعلم مثلا من الناس عاشر العالم بصير عنده سلوك إيجابي، يعني بصير تعديل. هلا اجاباتكم كلها جيده، شكرا لكم. هلا بالفعل يا جماعه الانسان احيانا بيعدل سلوكه اكثر شيء لحتى يتناسب مع محيطه، يتناسب مع مسؤولياته، لما بيكون في ايضا اثبتت سلوكاته فشله مثل ما قالت لما، انه ما وصل لهدف معين، ما وصل لحلم معين، ما تناسبت مع البيئه، فلما بيشوف انه هذا الشيء ما ساعده على انه يوصل لهدفه فطبيعي جدا لغيره. عم بيقول انه يعني بيلجأ الانسان الى تعديل سلوكه بما يتناسب مع ما يحيط به، فاذا كانت البيئه المحيطه غير مواتيه فاكيد مشكلات الفرد رح تزداد، بالمقابل فان النمو الذاتي يؤدي الى مزيد من الصحه والقوه وزياده في الكفاءه لتكوين علاقات افضل مع الاخرين، والحكي جدا صحيح. طيب فيما يلي مناقشة لمكونات مفهوم الذات، أعتقد أنه اليوم ما رح نقدر نكمل هيدي المحاضرة لأن هي في شيء من الأهمية، فبنكملها أو بنخليها للمحاضرة القادمة. قبل ما نختم، نزل شيء التقييم الجامعي الجديد؟ هل ضلينا رح ينتهي عامنا الدراسي ب11/7 ولا في شيء من التعديل؟ عندكم فكرة؟ يا جماعة عندكم فكرة أنه لسه ما نزل الدكتورة، هم معتمدين لسه ما نزل على آخر الدكتورة. التقويم، والكلام عند أستاذ عصام يعني هو دائما محطوط بالصورة. شو يا عصام؟ رح ينتهي العام الدراسي ب11/7؟ عصام are you there؟ أنت هون ولا لا؟ طيب أوكي خلاص، أنا بسأل العميد إن شاء الله متأكد منه. تمام، يعطيكم العافية يا جماعة، شكرا لكم. هلأ الساعة 7:30 و7 دقايق، خلينا نلتقي على 8 أو لا بعد 8، 8 وشوي بيكون لحقنا نصلي المغرب إن شاء الله. حضر حالك يا عصام للمناقشة إذا كنت معنا. حدا عنده سؤال قبل ما نختم؟ الله يعطيك العافية، شكرا كثير، تمام إن شاء الله سألت عثماني. بإذن الله. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية يا جماعة، ونلتقي إن شاء الله على الساعة 8، 8:05 ماكسيموم بكون خلصنا صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. السلام دكتورة ورحمة الله وبركاته. سلام دكتورة، ما تبغزيني راح النت من عندي. خلينا نكمل بعد إذنكم. إذا عم نقول الفكرة إنه بقدر ما كان المجال أو المحيط الموجود في الإنسان سلبي فهذا الشيء راح ينعكس عليه، فبمجرد ما يعطي هذا المجال للإنسان إنه هو فاشل فهو راح يصدق الفكرة، وراح يكون هو فكرته عن نفسه إنه هو فاشل، وراح يصبح فاشل وراح يتصرف كمان مثل ما بيتصرف الفاشلين للأسف. عم بيقول السلوك هو محاولة هادفة من جانب الفرد لإرضاء حاجاته حسب خبراته في المجال الذي يدركه. هذا إيش معناته؟ معناته أن سلوك الإنسان ليس عشوائيا على فكرة، وهالحكي صحيح، أو نوعا من محاولات الصواب والخطأ، ولكنه دائما كل سلوك بنقوم فيه يا جماعة هو يتجه دائما لتحقيق هدف معلوم وفق لما لديه من خبرات في مجال إدراكه. كما يعني أيضا أننا لا نتفاعل مع الحقائق المطلقة، إنما نتفاعل مع ما نظنه نحن أنه حقيقة، بمعنى
ما في شيء اسمه حقيقة مطلقة، واللي نحن عم نتفاعل معه وبنتعامل معه وممكن ننسجم معه أو ممكن ما ننسجم معه هو الحقيقة اللي نحن بنشوفها، أو بمعنى آخر الحقيقة اللي نحن بنخلقها أو الحقيقة اللي نحن بنآمن فيها، حتى لو كان غير ذلك. فيعني بمعنى حتى لو كانت الحقيقة مو هيك، فالعديد من المخترعين والعلماء تلقوا صدمات في بداية حياتهم، فلو أنه نظروا إلى تلك الصدمات على أنها نوع من الفشل الحقيقي فهذا كان رح يقودهم بالفعل ليصدقوا حالهم أنهم فاشلين، ووقف بطريقهم وأعاقهم عن أنه يكملوا مسيرتهم في طريق النمو والعبقرية، ولكنهم نظروا على لأنفسهم على أنهم قادرين وأن قدرتهم تحتاج فقط إلى مجالات أخرى حتى تظهر، فتقبلوا هاي الصورة وعملوا على تحقيقها وإثباتها. على فكرة هاي الفقرة بتناقش شغلة كتير كتير مهمة اللي هي جزء من الحياة، إنه كل واحد فينا سلوكه هو عبارة عن تصرفات أو أفعال أو أعمال نقوم فيها حتى نحقق هدف معين، تمام؟ فهذا الهدف يا جماعة ممكن ننجح فيه وممكن لا، ولكن اللي بدنا نقوله نحن إنه هيدي الحقائق اللي نحن عم نتعامل معها ما هي حقائق مطلقة، هي حقائق نحن بنؤمن فيها. فأعطانا مثال انه العباقرة والمخترعين هن لو انه واقفين عند اول مرة فشلوا فيها، يعني ما كانوا يوصلوا او مستحيل كانوا يوصلوا الى هدفهم، انه شو اللي كانوا عم يسووا؟ انه رح يفشلوا مرة، طبيعي انه يفشل مرة ومرتين وثلاثة وعشرة، ولكن هن كان دائما نظرة لنفسهم انهم قادرين، وهيدي القدرة هي بتحتاج فقط لمجالات تانية لحتى تظهر. فهن ممكن اخطأوا بمعيار معين، بطريقة معينة، بخط كانوا ماشيين عليه بشكل او باخر، ولكن هن كانوا مدركين تماما انه لازم هيدي القدرات اللي عندهم وهي الامكانيات اللي عندهم كان بدها طريقة تانية لحتى تظهر. فهن تقبلوا هذا الشيء، يعني تقبلوا فشلهم وتقبلوا بنفس الوقت انه عندهم هدف كبير في حقيقه هن اللي حالهم شايفينه. احلى ما في هذا الامر انه كل واحد يا جماعه شايف امامه حقيقه هو الوحيد اللي شايفه. هلا ممكن ناس معك تدعمك، ناس معك تأيدك، ناس معك تساندك، ناس تتفاعل معك، تنسجم مع اهدافك، ولكن بيضل هذا الشيء بخصك انت لحالك، فهي بتضل حقيقه خاصه فيك انت، بقدر ما انك مؤمن بهذه الحقيقه، بقدر ما انت يعني كمان بنفس الوقت مقتنع انه ممكن تفشل في خطوة من الخطوات، ولكن هذا مو معناته انك توقف عند هذا الحد وما تكمل. الفكرة البعدة ان افضل طريقة لفهم الانسان هي ان ننظر اليه كما ينظر هو الى نفسه وكيف يراها. يا الله ما احلى هالحكي، انه يا جماعة بنقدر نحن هيك نخلي كل الناس تشوفنا مثل ما نحن شايفين انفسنا؟ بربكم في احلى من هالحكي؟ في احلى من انه كل واحد فينا يقدر الناس يشوفوه مثل ما هو شايف نفسه؟ فينا نعمل هذا الشيء؟ برأيكم فينا؟ يعني ما في حدا معي؟ لكن دكتورة معي والله حاسة حالي عم حكي حالي يا جماعة، شوف أنا لا إله إلا الله، كان مسرع لكم ولسه شكلكم ما كنتم حابين تخلص عطلة العيد. لا إله إلا الله، خلص بدون تعليق ما هعلق أكثر. عم بيقول هون إنه أفضل طريقة لحتى نفهم الإنسان اللي عم نتعامل معه هو إن إحنا نشوفه مثل ما هو بيشوف نفسه. هذا الشيء يا جماعة بيطلب منا دائما إنه نحط نفسنا مكانه ونشوف بعينه، يعني كيف بيشوف نفسه بنشوفه بنفس العين حتى ندرك بعض عالمه الخاص بشكل صادق. وهنا يمكن أن نفسر كثير من الأمور في حياتنا لو طلعنا عليها من منطلق هذا الإنسان اللي إحنا عم نتعامل معه. فهي النقطة هي مهمة جدا في مجال الإرشاد النفسي. ليش يا جماعة هي مهمة جدا في الإرشاد النفسي؟ لما أنا أتعامل مع أي إنسان لربما لديه خلل أو مشكلة أو أزمة، فأنا أول شغلة إذا بدي أفهم هذا الإنسان، طبعا هي وجهة نظر روجرز، ها تمام، انه انا اذا بدي افهم هذا الانسان اني انا اشوفه مثل ما هو بيشوف نفسه، يعني اخذ عينه شوي استعيره منه دقيقتين وشوفه بعينه انه كيف هو شايف نفسه. هلا هون يا جماعه بتعرفوا ايش اكثر شغله بيعملها هذا الشيء؟ هي بتمنع المرشد اللي عم بيتعامل مع الانسان انه يصدر احكام شخصيه. حطولي خط كلمه احكام شخصيه. نحن يعني احنا البشر وانا منكم على فكره ما بنعرف
إنه نحكم حكم منصف، إلا في ما ندر إلا من رحم ربي، بمعنى إنه نشوف الأمور على حقيقتها. دائما أفكارنا جائرة ودائما في شيء من القسوة ومن الظلم. فهون عم بيقول هذا روجرز إنه يعني عم يعطينا فكرة طريقة صغيرة إنه ما نظلم هذا الإنسان اللي نحن عم نتعامل معه، وما نصدر عليه أحكام شخصية من وجهة نظرنا نحن، من زاويتنا نحن، من رؤيتنا نحن. إنه أنت شوفه أول شيء بعينه عن طريق هو شلون شايف نفسه. هون إذا أنت قدرت تعمل هيدي الخطوة، فأنت رح تمنع نفسك إنك تحكم عليه أحكام شخصية، وتفسر الشيء اللي عم يقوم فيه هذا الإنسان من وجهة نظرك أنت. فأنت لما بتشوفه بعينه هو، من خلاله هو، رح تقدر تحكم عليه بالشكل الصح، ورح تقدر تحكم عليه أو تشوف سلوكاته إلى حد ما بطريقة منطقية. فهون أنت رح تبتعد عن الأمور الشخصية وأحكامك الشخصية ووجهة نظرك الشخصية ورأيك الشخصي حول هذا الإنسان. إن الشخص لا يتبنى من أنماط السلوك إلا ما يتماشى مع مفهومه لذاته في معظم الأحوال. الحكي صح، إنه ما كل أشكال التصرفات أو كل السلوكات ممكن تتناسب مع الكل، يعني كل واحد ما بياخذ من السلوكات إلا اللي بتناسب هو مع مفهومه عن نفسه. تمام؟ فمفهوم الذات يا جماعة هو من المفاهيم الهامة جدا من نظرية الإرشاد التي تتمركز حول المسترشد، لأنه يتكون مفهوم الذات عند الفرد من مفهوم الشخص عن نفسه منفردا. فأنا لما بدي كون فكرة عن هذا الإنسان اللي بتعامل معه، فأنا بنطلق من مفهومه هو نفسه عن نفسه بشكل منفرد، وبعدين مفهومه عن نفسه في علاقته مع الآخرين، وبعدين كمان علاقته مع الأشياء المحيطة فيه. فهون بما أنه أنا نظريتي كلها متمركزة عند هذا الإنسان اللي أنا عم أتعامل معه، اسمه المتمركزة حول المسترشد، فأنا بدي أقدر أو بدي أحاول دائما إني أشوف مفاهيم هذا الإنسان عن نفسه. كيف بشوف نفسه؟ أول شيء مفهومه عن نفسه، وبعدين مفهومه عن الآخرين وعلاقته مع الآخرين، وبعدين مفهومه عن الأشياء الأخرى الموجودة ببيئته، إضافة إلى القيم المرتبطة بهذا الإنسان. مفهوم الذات هو صورة الإنسان عن نفسه كما يرى نفسه وكما يراها أيضا الآخرين، ومن ثم بقدر إني أعرف طريقة التقويم لهذه الصورة. إن طريقة التربية والعوائق البيئية تتدخل كثير وتؤدي إلى شعور الإنسان بعدم الانسجام أو انسجام سلوكه أو طبقه مع مفهومه لذاته. ويمكن تشبيه ذلك بالشاب الذي يرى في نفسه الكفاءة والقدرة على القيام بالأعمال الجادة، لكنه لا يبذل جهدا لكي يحصل على هذا العمل. ليش يا جماعة؟ لأن كثير أهله دللوه، وكثير عم يعطوه شيء من الحماية، وما دربوه وعلموه على تحمل المسؤولية، وأنه يكون إنسان جدي في وقت للعمل، في وقت للإنجاز، ولازم يوصل لمرحلة إنه يكون قادر هو يتحمل المسؤولية ويقوم بأعماله بنفسه. هذا الشيء بيرجع لأنه أحيانا كمان إنه الطفل بتبنى مفاهيم وقيم أهله المحيطين فيه، بيتدخلوا كتير إنه يعني شكله هن المفهوم عن ذاته. وهون يا جماعة رح يتصرف بطريقة كتير معاكسة للأفكار والقيم اللي هو اعتنق. طبعا يا جماعة هون يمكن هو بيركز شوي على موضوع تربية الإنسان أو تربية الناس لأولادهم، إنه كتير من طرق التربية للأسف يا جماعة هي اللي عم تصنع الإنسان الفاشل. وحكينا هذا الحكي كتير، وأنا كتير بمحاضراتي بركز على هذا الأمر، إنه طريقة تعاملنا مع أولادنا هي اللي عم تخلق منه الإنسان فاشل للأسف للأسف. فلا بد إنه يكون في شيء من التربية، أو بالتربية يكون في شيء من التوازن. هذا التوازن هو انه نعطي الطفل حقه من الحنان، من العطف، من العلاقات الطيبه، من الانشطه المناسبه، نقوي عقله، نقوي مخه، نقوي علاقته بالاخرين، نحمله القيم المتعارف عليها، لكن بنفس الوقت يا جماعه نحمله كمان انه كيف يكون انسان صح، وكيف يتعامل مع الايام القادمه، وكيف يقدر يتحمل مسؤوليته اولا، وبعدين فيما بعد مسؤوليه اسره كامله هو راح يكون مسؤول عنها. طبعا هيدي النظريه يا جماعه هدفها انه ما اجي انا اصلح بهذا الانسان المسترشد الشيء اللي فاسد فيه، انا ساعده انه هو يصلح. فانا بدي ركز على هذا الانسان اللي انا عم اتعامل معه، ما انا
اعطيه جرعه العلاج، انما هو يعالج نفسه بنفسه. على فكره هذه النظريه لحد ما فيها شيء من التقدم في علم النفس. ليش؟ لاني تركت كل الطرق اللي بتحط، خلينا نقول خطط وادوات واختبارات لحتى نعرف هذا الانسان شو مشكلته وشو اللي صاير معه، ما بعرف شو من الحكيات، بنرجع فيه كلياته لورا لتاريخه من الطفوله الى اللحظه الحاليه. لا، هي النظريه بتحاولت انه تع انت عندك قدرات وعندك امكانيات وعندك وعندك وعندك، انا بدي اعمل لك جو، تخلق لك الجو اللي يدفعك انت حتى تتخلص من مشكلتك النفسيه بنفسك. طبعا هيدي فيها الى حد ما شيء من الميزه في العمل في الارشاد النفسي. فاطمه انت جاهزه لتناقشي؟ معك فقط 6 دقائق. فاطمه جاهزة دكتورة. تفضلي، معك 6 دقائق بس، اتمنى قراءه حرفيه، ما بدي، الله يرضى عليكي، يلا عم نسمعك. لا تمام. نظرية العلاج الواقعي، طبعا قبل ما أبلش بالنظرية، سبب تسميتها بالعلاج الواقعي إنه هي بتتناول 3 مفاهيم اللي هن الواقع والمسؤولية والصواب والخطأ. النظرية بتستعمل للعلاج والإرشاد النفسي، قام ويليام جلاسر بتطويرها بحيث عمل طريقة جديدة حديثة للعلاج النفسي، وبين انه هدف الواقعيه فيها انه تعليم الافراد طرق للحصول على ما يريدون، بحيث انه العلاج النفسي بيسعى، او العلاج الواقعي عفوا، بيسعى لعلاج الافراد اللي بيواجهوا صعوبه في تكوين العلاقات مع الاخرين. ومن ضمن التعاريف الموجوده عند جلاسر في تعريف بيلخص العلاج الواقعي، اللي هو عمليه بيقوم فيها المرشد النفسي بتقديم المساعده للمسترشد ليتمكن من المواجهة الإيجابية، التكيف وأشباع الحاجات في إطار هي المفاهيم الأساسية اللي قلتها بالأول، اللي هم المسؤولية والدافعية والصواب. المفاهيم الأساسية اللي هي النظرية بتندرج تحت 5 مفاهيم اللي هن المسؤولية، الاستقلالية، الهوية، والقوة النمائية، والتعلم. هلأ المسؤولية هي قدرة الفرد على تحقيق حاجاته بحيث ما يحرم الآخرين تحقيق حاجاتهم. الاستقلالية هي قدرة الفرد على دعمه الذاتي، بمعنى آخر إنه يتحمل مسؤوليته الشخصية ويبتعد عن دعم البيئة المحيطة له وخاصة الأسرة. عندي الهوية إلى نوعين، هي هوية النجاح وهوية الفشل. هوية النجاح هي قدرة الفرد على فعل كل شيء، بحيث إنه الفرد بيشوف حاله ناجح، بحس بأهميته بالنسبة للآخرين، وعنده قدرة على الاندماج مع المحيط. أما هوية الفشل اللي هي الفرد اللي مثلا دائما بيكون عنده نظرة أو شعور بخيبة الأمل، وبيكون عنده ضعف بالعلاقة مع الآخرين، وبيكون بيشوف نفسه دائما وهو إنه هو إنسان غير محبوب بالنسبة للآخرين. أما القوة النمائية هو الإنسان اللي بيكون عنده علاقات جيدة مع الآخرين، بنقطة من أو بمرحلة من المراحل بحس إنه هاي العلاقة مع الآخرين بلشت تتدمر، أو ما عاد انه فيها الصله الوثيقه مع المحيط اللي عايش فيه، بيغير كل السلوك والشعور والتفكير، وبيبدا من نقطه جديده حتى يقدر يرجع يتاقلم مع المحيط ويكون علاقات وثيقه مع الاخرين. اما اخر شيء اللي عندي هو التعلم، هو المفهوم الاساسي للتعلم، بمعنى او بعباره انه نحن بنتعلم ما نفعله. الهدف الأساسي من نظرية العلاج الواقعي هي مساعدة الفرد على تحقيق أهدافه وتقييمه، إذا كانت هاي الأهداف مثلا حقيقية قابلة للقياس بالمجتمع اللي عايش فيه أو لا، تمكنه من المهارات، من الاندماج مع الآخرين، حتى يحسن يواجه الواقع ويكون عنده قدرة على اتخاذ قراراته وحل المشكلات اللي ممكن تواجهه، بالإضافة لتبديل بعض السلوكيات الغير مقبولة بالمجتمع بسلوكيات اجتماعية، ويكون قادر على تحمل المسؤولية الشخصية وقدرته على أنه يكون هويته الناجحة. هلا العلاج الواقعي بالنسبة للمرشد النفسي، في طرق للعلاج الواقعي بيقدم المرشد النفسي للمسترشد، اللي بتكون أولا بالاندماج وبتكوين علاقة إيجابية مع المسترشد من البداية، وبيكون دافعية للمرشد ظاهرة من داخله نابعة حتى يحس المسترشد فيها. لازم كمان يبقي انتباه المسترشد دائما على الحاضر حتى يحسن يساعده وابعاده عن الصراعات اللي كان يعيشها بالماضي، وبحيث اذا لجأ لبعض النقاشات بالماضي فلازم يربط الماضي مع السلوك الحالي اللي عم بيمر فيه المسترشد. لازم يشجعه على اصدار الاحكام
ويشجعه على انه ينقد سلوكه، ان كان السلوك اللي عم يتصرف فيه المستشرق صحيح او خطا. بس نبلش المستشرق يعرف يميز سلوكه اللي عم يقوم فيه صح او خطا، يبلشوا بيحطوا خطه حتى يتبعوها، خطه علاج يتبعها المستشرق. وطبعا بده يكون بهي الخطه تعهد من العميل بتنفيذ او المستشرق بتنفيذ هاي الخطه وعدم اخلال فيها، بغض النظر عن اي سبب ممكن يمر فيه. اما بالنسبه للمسترشد او المرشد، اذا لقى هاي الخطه غير قابله للتنفيذ والمسترشد ما له قادر انه ينفذها، فبيعملوا خطه بديله طبعا مع الابتعاد عن اي عقوبه، لانه العقوبه اذا توجهت للمسترشد ممكن تعزز له هويته الفاشله. بالختام، العلاج الواقعي بينظر للبشر على انه هن مسؤولين عن اختياراتهم اللي بيقوموا فيها، والاسلوب العلاجي بالعلاج الواقعي بيعتمد على الحاضر والمستقبل، ما بيعتمد على الماضي بغض النظر عن المشكلات اللي صايره بالماضي. لذلك المعالج الناجح هو اللي بيساعد المسترشد على تحقيق فاعليته في المجتمع بخطوات سابقه لاحقه لمستقبله، حتى لو كانت لمستقبله يعني. انتهيت. تمام، يعطيك العافية فاطمة، شرح كتير مبسط وسريع. بس أنا لفت نظري شغلة، إنه شو دور المرشد في موضوع العلاج الواقعي؟ حتى يساعد المسترشد على التكيف مع الواقع اللي عايش فيه. آه، معناتها كل عمله فقط إنه يساعد الإنسان يتكيف مع الواقع فقط؟ ايه، هلا العلاج الواقعي فيه هلا له نقاط قوة للعلاج الواقعي ونقاط ضعف. هلا في له كثير نقاط ضعف، لان العلاج الواقعي بيسمح للمسترشد انه ينقد سلوك انا خربطت، يسمح للمسترشد بينقد سلوك المرشد وما أهو بيتناول كل الحالات.